موجز الأخبار من قناة من القاهرة، أهلا بكم. تشهد محافظة الأقصر صباح اليوم انطلاق فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل، والذي يستمر على مدار يومين بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وستة وزراء، والذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمشاركة عدد كبير من العلماء المصريين في الخارج، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يتوجه سامح شكري وزير الخارجية اليوم إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقده يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن مشاركة مصر في هذا الاجتماع تؤكد التزامها بمواصلة جهودها الداعمة لعملية السلام. أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن تقرير هيئة الإذاعة بالمملكة المتحدة بي بي سي بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر يحتوي على تناقضات وانحياز سلبي. وأشار رئيس الهيئة ضياء رشوان في بيان له إلى أن تقرير بي بي سي يمثل انتهاكا لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام، والتي يفترض أن تكون بي بي سي أول من يلتزم بها. كما قرر رشوان استدعاء مديرة مكتب بي بي سي بالقاهرة لتسليمها خطابا رسميا لاتخاذ ما يلزم لتصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها من مخالفات مهنية في هذا التقرير على حد قوله. وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار كويتي سويدي ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما. وقد طلب مندوب الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي منصور عياد العتيبي جميع الأطراف الالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، داعيا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا. وقال غوتيريش إنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بشكل فوري. أعلن مدير أمن محافظة عدن مقتل 5 مدنيين بينهم طفل وإصابة 31 آخرين جراء تفجيرين انتحاريين استهدفا مقر مكافحة الإرهاب بالمحافظة. وقال المسؤول اليمني إن قوات الأمن تمكنت من إفشال مخطط الاعتداء وقتلت الإرهابيين قبل وصولهم إلى بوابة مقر مكافحة الإرهاب، وقد أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين. حقق نادي الأهلي الفوز على ضيفه الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في الأسبوع 26 لمسابقة الدور الممتاز. جاء هدفا المارد الأحمر عن طريق أحمد حمودي وجونيور أجايي، فيما سجل هدف الإنتاج خالد أمر من ركلة جزاء ليواصل الأهلي تربعه على قمة الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 69 نقطة، فيما استمر فريق الإنتاج الحربي في المركز السادس برصيد 36 نقطة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.